كيفاش نقدر نداوي سطر تاع الراس؟ ما كاش فينا اللي ما يجوش لي موتات، كاين ناس واحد اخرى ثاني يجيهم لا ميغرين، كيفاش نقدروا نتعاملوا مع هذه الحالات وكيفاش نقدر نسولاجي هذيك لا دولور اللي ما تتحملش؟ الحاجه الاولى اللي حنهضروا عليها لي موتات ولا سطر تاع الراس عادي، تكون مرقت مليح ولا عيان عندك لا بريسيو حك مكسر في الراس، صداع، دي موتات، ولا تكون باريزوب عندك اون مالادي ولي سامبتوم تاعها سطر، باريزوب تكون عندك اون فارانجيت ولا تحس بنيفك معمر الداخل بزاف يدير لك سطر في راسك، كيفاش تقدر تسولاجي هذيك لا دولور؟ ما كاش بيت جزائري ما فيش الباراسيتامول. اول نصيحه نقدروا ناخذوها اننا ناخذوا الباراسيتامول، وبيان سور نهضر على الكبار تقدر تشرب حتى 1 غرام كل 6 سوايع ماكسيموم 3 حبات في النهار، وتقدر حتى 4 حبات بصح دي بريفيرونس 3 حبات ماكسيموم 3 جوغ. اذا شفت بلي السطر ما راحلكش لازم عليك تشوف طبيب. سا اكزيست ثاني الباراسيتامول اللي يكونوا لاسوسياسيون مع الكافيين، هذه الحاجه حتعاون ثاني ما شاء الله، بار اكزومبل بانادول اكسترا كي تشرب حبات 3 فابار جوغ حتفيدك ثاني وحتعاونك باش تنقص لا دولور. في بعض الحالات كاين الناس يحكمهم السطر في راسهم ويبدا يوجع فيهم راسهم كي يتقلقوا كي يزعفوا، هادو ما لازم نقولوا باللي كاباب انسان عصبي، وانسان عصبي ماشي معناتها انسان اللي يتقلق رابيدمون، الانسان هو اللي تتبدل الحاله الفيزيولوجيه في الجسم تاعو كي يتقلق ولا كي يزعف. بار اكزومبل تطلع له لا طونسيون، كي تطلع لنا لا طونسيون حيكون وحدنا سطر في راسنا. دونك دي بريفيرونس الانسان اللي تعرفوا باللي عصبي وطلعت له لا طونسيون يبدا يحكم السطر في راسه، دونك هذه الحاجه حتخليك تفيق على بالك باللي اذا وجعك راسك سمع عرف صح باللي لا طونسيون راهي طلعت لك بزاف. دونك فيريفي لا طونسيون تاعك، واذا لقيت صح بلي لاطونسيون راهي طالعه احكم بلاستيك روبوزي، اقعد بيان 20 مينوت عاود قيسها وخذ لو مانيزوم حيعاونك باش تسولاجي وباش تريلاكسي ما شاء الله وتنقص هذاك الستريس والقلق. كاين مام بنات يجيهم سطر في راسهم كي يكون عندهم لو سيندروم بري مونستريوال. واش معناتها سيندروم بري مونستريوال؟ معناتها هذوك لي زيفي اللي صراو في الجسم تاعهم قبل ما يلحق لا بيريود تاع لي راج ولا تاع الدوره الشهريه بيومين ولا 3 ايام، يبداو عندهم الام في البطن، يبداو دي فوميسمو، يبدا كاين اللي عندهم سطر في الراس. دوكا تيك باش نعالجوا هذاك السطر تاع الراس دو بريفيرونس لو باراسيتامول وحده يكفي، بيان سور خذي لا كامومي حتسولاجيك ما شاء الله باش تنقص لك لي سيمبتوم كاع تاع لو سيندروم بري مونستريوال في هذيك لا بيريود. اما بالنسبه للميغرين اللي هي بزاف بزاف ديفلوبي بارابول السطر تاع الراس العادي، حيكون تحس بلا دولور فريمون داخل راسك، تخبط لداخل سما تحس بلي بالبيتاسيون وبالدم وبالنبضات تاع القلب تاعك داخل راسك، سما تحس بهذيك لا دولور وبلي بالبيتاسيون تاعها في راسك، تزيد يكون عندك دي فوميسمو، يكون عندك دوخه وقيام، ما تحملش الضوء، ما تحملش الصوت، ماذا بك سكات الظلمه. هذه هي لا ميغرين، تقدر تجيك في جهه واحده ولا في زوج جوايه. دو بريفيرونس الناس اللي تكون عندهم لا ميغرين لازم يشوفوا طبيب وما يصبروش عليها، بيس كاين تريتمون دو فوا وتريتمون سيمبتوماتيك. لو كونساي تاع الفارماسي حيكون تريتمون سيمبتوماتيك، تسمى حاجه تنقص لك الدوخه، تنقص لك اللقيات، تنقص لك السطر، اونتي انفلاماتوار، بار اكزومبل ليبيبروفان 200 ولا 400 حتى 3 فوا بار جور مور الماكلا، دو باراسيتامول، بانادول اكسترا، وبيان سور لو ميت تاع وحده اللي حيسولاجيك ويعطي لك تريتمون دو فون ضربه واحده باش فعلك.